أهلا بكم. أثار ما قاله يحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل في الفورين بوليسي كثيرا من اللغط ما بين مؤيد ومعارض، وفي الغالب التأييد والمعارضة لم يكن حول محتوى المقال قدر ما كان حول الخلفيات السياسية. ثم خرجت الدولة ببيانات رسمية ومقالات للمؤيدين ترد على المقال، أيضا تم التعامل معها بخلفيات سياسية لا اقتصادية. فأين علم الاقتصاد من كل هذا؟ هذا ما سنناقشه وسنحاول أن نضع يدنا على أين يقف الاقتصاد المصري الآن، ولكن بعد هذا التقرير. منذ عقود والسياسات الاقتصادية المصرية محل سجال، خاصة وأنه منذ حكم الرئيس السادات والحكومات المتتالية تنتهج سياسات تقشفية تزيد من الأعباء على المواطنين من خلال رفع الدعم الحكومي وزيادة دور القطاع الخاص. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ازداد نمط البحث عن نمو اقتصادي من خلال السياسات التقشفية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي، والذي كان محل انتقاد العديد، حتى أصبح الملف الاقتصادي أمرا يختلف فيه العديد بين منتقد ومعارض سياسي. إلى جانب السياسات الانفتاحية ورفع الدعم امتثالا لشروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، تتمحور السياسات الحالية حول المشاريع الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في اقتصاد مصر، اقتصاد وصف بالواعد في عدة إصدارات دولية. إلا أن العديد انتقد اتكاء الحكومة على الاقتراض كمصدر أساسي للدخل في الوقت الحالي وعدم القضاء على الفساد في ظل زيادة الأسعار على المواطنين. آخر الانتقادات كانت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية في مقال رأي كتبه يحيى حامد وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي. كتب حامد عن رأيه فيما وصفه بانهيار الاقتصاد المصري في عهد السيسي وتصفيف الأغنياء جيوبهم على حساب الشعب، ونوه إلى احتمالية إفلاس مصر وفشل الدولة حال استمرار السياسات الحالية. أثر المقال استياء العديد من مؤيدي الرئيس الحالي وأبرز تسييس الاقتصاد، حيث جاء رد البعض من مؤيدي النظام الحالي من خلال الطعن في حامد والتشكيك في نوايا كل من عارض السياسات الحالية، خاصة وأن حامد كان من وزارة الإخوان. منها رد من وزيرة التخطيط هالة السعيد على مدونة وزارة الخارجية أشارت فيها إلى انحيازات حامد السياسية وأكدت فيها نمو الاقتصاد المصري من خلال عرضها بعض الإحصاءات الرسمية. في ظل التلاسن بين الجهات المختلفة، الضبابية تبدو وكأنها سيد الموقف بالنسبة لحال الاقتصاد المصري، وعما إذا كانت السياسات المتبعة بإمكانها أن تؤدي إلى تنمية مستدامة على المدى الطويل بشكل يخفف الأعباء المتراكمة على المواطن منذ بداية ما سمي بالانفتاح. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ آدم ياسين الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ آدم. أهلا بك. أيضا انضم إلينا من برلين الدكتور أحمد بدوي الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة برلين. خلينا نبدأ معك دكتور أحمد، لأنه الحقيقة المقالين دول حطونا قدام، أو يعني هذا الجدل الأثير حولهم حطونا قدام نقطة ممكن تكون غائبة، وهي فكرة أنه ربما استند يحيى حامد لأرقام صحيحة، وربما استندت أيضا الحكومة ومؤيدو الحكومة إلى أرقام صحيحة، لكن الانتقاء واستغلال هذه الأرقام لأغراض سياسية إزاي نخرج منه وإزاي نحط إيدينا على الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري؟ أولا مرحب بيك أستاذ تامر، ومرحب بضيوف حضرتك. أهلا بيك. الحقائق كلها، يعني الأرقام اللي ذكروها الجانبين أرقام صحيحة، لكنها أرقام جزئية، واضح ان في يعني عدم توازن في الرايين. نحط ايدينا على الحقيقه لما نفهم ان الحقيقه في المنتصف. صحيح الاقتصاد المصري بينمو، نمو وصل ل 5%، صحيح ان في خفض في العجز الاولي، صحيح ان نسبه البطاله ابتدت تقل حاجه بسيطه لكن مش بالمستوى المطلوب، وفي الجانب الآخر صحيح أن نسبة الديون ابتدت تنبأ بالخطر، صحيح أن في فساد، دي كلها حاجات صحيحة وحاجات متناقضة. من الأول احنا يعني يمكن حضرتك تتذكر من سنين بنقول السياسة الاقتصادية في مصر سياسة بتحاول تجمع ما بين ناقدين، بتحاول أن هي تلتزم بشروط صندوق النقد الدولي، إن هي تعمل إصلاحات مالية وإصلاحات هيكلية عشان تشجع القطاع الخاص، لكن من ناحية تانية بيكون في زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة، فالدولة بتحاول إن هي تضخ فلوس في الاقتصاد
لكن للأسف ضخ الفلوس دوت مش في محله. شفنا فلوس كتير اتصرفت على شق قناة السويس أو فرع من فروع قناة السويس وبناء مدينة إدارية، عاصمة إدارية جديدة. ممكن نقول الحاجات دي احنا محتاجينها على المدى الطويل، وكان لازم في وقت من الأوقات ان احنا نستثمر فيهم، لكن ما اعتقدش ان كان لازم ياخدوا الأولوية اللي خدوها في المرحلة اللي احنا فيها. واحنا شايفين لا قناة السويس زادت إيراداتها، ولا العاصمة الإدارية الجديدة جابت استثمار وواضح ان الأمور متعثرة فيها. فالإنفاق الحكومي ناس كتير بتقول ان هو كان مطلوب. رفع الدعم وتوجيه الدعم المستحقيه ده شيء احنا كلنا بنطالب بيه من زمان. حتى يعني تعويم الجنيه ممكن نتفق او نختلف في الاسلوب اللي تم بيه تعويم الجنيه وفي التدرج في التعويم، لكن برضو ما كانش ينفع ان يفضل عندنا الجنيه ليه سعر مش حقيقي. لكن في المقابل كان نفسنا نشوف تشجيع للقطاع الخاص، ما يكونش فيه مزاحمة من الدولة للقطاع الخاص. وزي ما الحكومة بتستشهد بتقارير البنك الدولي، لازم برضو تذكر ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ابتدوا يعني يعربوا عن قلقهم الزائد من تدخل الجيش في الاقتصاد، لان دوت شيء بيدفع القطاع الخاص الى خارج المنافسة. فالامور متناقضة والحقيقة في النص. وطبعا ما نقدرش نقول ان الاقتصاد المصري بينهار زي ما بيقول الأستاذ يحيى حامد، لكن في نفس الوقت الصورة مش مزدهرة والاقتصاد مش عظيم زي ما بيحاول الناس اللي هم يعني مؤيدوا النظام يبينوا للشعب. طيب انت اشرت النقط مهمة، وهو اللي معظم خبراء الاقتصاد اتكلموا فيه انه الامر لا في انهيار وإفلاس وسواد كامل كما جاء في مقال يحيى حامد، ولا ايضا الامور وردية زي ما الحكومة بتكتب. طيب انا اخد تقييماتي الاقتصاديه من مين؟ اعرف وضع البلد الحالي درجه خطورته ايه من مين اذا كان هذه الارقام يتم التلاعب بها لهذه الدرجه؟ والله لغايه دلوقتي اولا الارقام موجوده، يعني لو رحنا لتقارير صندوق النقد الدولي او التقارير اللي بيكتبها البنك الدولي الارقام موجوده. وحتى لو ما فيش شفافية داخلية، يعني لو ان الحكومة مش بتعلن الارقام لينا، بالرغم من ان وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بيطلعوا ارقام، يعني الارقام موجودة. هي المشكلة في التحليل، هي المشكلة الواحد بينتقي انهي ارقام عشان يحط عليها يعني يعني يبين ان هي دي الارقام الحقيقية. لازم ناخد الارقام بمجملها، ولما نشوف الارقام بمجملها نلاقي ان الصورة متناقضة، ولغاية دلوقتي مش قادرين نحكم يعني سلبا أو إيجابا على برنامج الإصلاح المالي اللي بتنفذه الحكومة. عارفين إن في مؤشرات مش مطمئنة. عدم قدرة القطاع الخاص على منافسة الدولة تحديدا الجيش شيء مش مطمئن. استمرار الفساد، كان فيه في بداية نظام السيسي محاولات للتعامل مع الفساد، لكن واضح ان المحاولات ديت ما جابتش نتيجة يعني مثمرة. استثمار الفساد شيء يعني مقلق جدا. البطالة بالرغم ان نسبتها بتنزل لكن مش بالقدر الكافي بالذات في الشباب، شيء مقلق جدا. وعدم قدرتنا على تصدير مواد مصنوعة مصنعة مش بس مواد خام، دوت الأمل ان يكون عندنا سياسة تصنيعية بحيث يكون عندنا في مجالات نقدر ننافس فيها ونقدر نصدر منها. لغاية دلوقتي ما عندناش انتاج حقيقي، يعني حتى النمو اللي موجود عندنا جاي نتيجة الانفاق الحكومي اغلبه على مشاريع البنية الاساسية والمشاريع الهندسية العملاقة. لازم يكون عندنا نمو حقيقي، مصانع بتشتغل بتوفر فرص عمل جيدة، هذا هو يعني المطلوب. فدي كلها مؤشرات بتنبئ بالقلق. من ناحية تانية عملنا إصلاحات مالية، وطبعا كانت يعني زي السم على قلب الناس. لغاية دلوقتي الإصلاحات ديت ما جابتش نتيجة الناس تحس بيها، فده برضو شيء مهم تاني. لازم التضخم ينزل، لازم الأسعار تنزل. انت أشرت لنقطة مهمة دكتور، لأنه دايما سهل استخدام الأرقام زي ما أشارنا، حتى من أيام مبارك، من أيام حكومة دكتور نظيف كنا تعبانين من كتر ما بيتم المن بأن النمو 5-6-7-8، وفي النهاية الناس في الشارع الثورة قامت وناس قامت تقول عيش أو المطلب عيش، فبالتالي الحالة الاقتصادية كانت سيئة رغم أنه من 2005-2010 بنسمع أرقام كتيرة جدا. برضو
لا الأرقام اللي بتقول إن الاقتصاد واقع ولا الأرقام اللي بتقول إن الاقتصاد جيد مهمة قد ما مهم إن الناس تحس بده في الشارع، يعني الناس تحس بده في انخفاض الأسعار، في إنه دخولها تكون أفضل، في إنه البطالة تقل. لأي مدى ده حاصل بقى على الأرض؟ لو اتكلمنا بتقييم موضوعي، الوضع على الأرض عامل إزاي قياسا بالأرقام؟ الوضع على الأرض طبعاً لغاية دلوقتي، ودي حاجة ذكرها يحيى حامد من ضمن الحاجات يعني اللي ذكرها، وما أعتقدش إن في ناس كتير بيختلفوا معاه، لغاية دلوقتي واضح إن مفيش إحساس ملموس بالتحسن. ده برضو حتى هنا مفيش أبيض وأسود، لأن في ناس هتقول والله 3 سنين مش وقت كافي عشان الناس تحس بالتحسن، لكن في ناس تانية بتقول والله 3 سنين دول كان ممكن يحصل فيهم حاجات كتير تحسس الناس بالتحسن. فأنا أعتقد أن النظام بيراهن على عدم قدرة الشعب على الثورة مرة أخرى، فبيضغط يضغط على قد ما يقدر، لأنه مطمن أن مش هتقوم يعني قومة تانية للتعبير عن الغضب نتيجة الأوضاع المعيشية السيئة للشعب. الأمل، ولسه لغاية دلوقتي يعني في أمل، إن النظام يعيد حساباته ويبتدي فعلا يطلق الحريات، لأن بدون استقرار نفسي، بدون حريات، بدون استقرار سياسي، الناس مش هتقدر تستثمر. وطبعا عندنا مشكلة تانية، مشكلة سعر الفايدة. سعر الفايدة عالي جدا لأنه بيحاول إن هو يجذب استثمارات، لكن الاستثمارات اللي بيتم جذبها نتيجة ان سعر الفايدة عالي دي مش هي دي الاستثمارات اللي احنا عايزينها. احنا عايزين سعر الفايدة يوطى. طبعا سعر الفايدة عالي لان صندوق النقد الدولي بيقول لنا لازم تعلي سعر الفايدة عشان نحد من التضخم. دوت فهم خاطئ للتضخم. سعر الفايدة لازم ينزل، لان طول ما سعر الفايدة عالي مين اللي هيجازف انه يستثمر فلوسه في السوق؟ ما يحطها في البنك وياخد عليها سعر فايده عالي. لازم سعر الفايده يوطى، ولازم يكون في شجاعه عند الحكومه. يمكن بعد ما برنامج صندوق النقد يخلص احتمال تكون الشجاعه دي موجوده، ان لازم سعر الفايده ينزل، لازم يكون في تشجيع للصادرات، لازم يكون عندنا سياسه صناعيه يعني كفؤه ناجعه عشان يكون عندنا مجالات نقدر نتفوق فيها ونصدر فيها ونجيب العمله الصعبه اللي ساعتها ممكن تخلي الناس تحس ان الوضع بيتحسن. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد بدوي الباحث في مركز دراسات الشرق الاوسط في جامعه برلين. استاذ ادم برجع لك في الاستوديو عذرا يعني على التاخير. بقى في عادة كده انه كل واحد بيستغل جزء من المشهد لمصلحته، بيحصل في السياسة وفي الرياضة وفي الاقتصاد وفي كل شيء في العالم. انت شفت المعركة دي ازاي؟ انه واحد بيقول خلاص احنا فلسنا والاقتصاد انهار، وناس بتقول لا الدنيا تمام والاصلاح الاقتصادي زي الفل. دايما كنا نسمع جملة من الاقتصاديين يعني حتى من مش بس من الخلفية اليسارية، كان الاقتصاديين المعارضين وقت مبارك يقول لك الاصلاح او النمو اللي بيتحدث عنه رشيد محمد رشيد ورجال كلهم ويوسف بطرس غالي هو اصلاح دفتري يعني خاص بأرقام. الأرقام دي أنت لا تشعر بيها كمواطن عادي وكمواطن حتى من الطبقة المتوسطة. ده الفترة اللي أنت اتكلمت عليه من فترة من 2005 ل 2010. دلوقتي وكانت بتتباع الشركات تتاخد الفلوس يتحط ويقول لك إن هو عالي. طب ما أنت بتبيع أصول للدولة. بالظبط. لكن دلوقتي الموضوع اختلف شوية. الموضوع إن في روشتة لصندوق النقد لازم وفقا للسادة المفكرين والمنظرين والمحللين الاقتصاديين اللي قادمين من خلفية ليبرالية يروا دايما إن الحل هو رفع الدعم، الحل هو وصول الدعم المستحق حقيقي الحلول بشكل كامل. بس تظل بقى العقبة الكاملة لتطبيق ما يظنوا ان هو صحيح يعني من وجهة نظرهم الليبرالية هو وجود للمؤسسة الحاكمة في مصر واستثمارها في قطاعات كثيرة. فهنا هي بتحقق ميكس خليط، مش هي بتطبق نظرية المفروض انها نظرية اقتصاد حر، ولكن هي موجودة في اقتصاد دولة، هي موجودة شبه بالظبط، بس هي ما بتصنعش زي ما تفضل الاستاذ اتكلم، يعني هي ما فيش تصنيع. فالعملية هتفضل خانقة الاستثمار العادي اللي هو لازم يعني احنا مش محناش بقى فتحناه زي هونج كونج او فتحناه زي، لا احنا حاطين ديناصور كده هو بيستثمر، هو بيظن ان هو يستثمر في مشاريع بنية تحتية ما تجيبش عوائد بس بتشغل ناس. يعني الموضوع برضو في ديناصور جاسم على صدر حتى اللي عايزين اصلاح اقتصادي لإصلاح مالي. اما بقى الخناقة بتاع يحيى حامد ووزيرة الاستثمار وكده، دي الخناقات اللي هتفضل موجودة بين
المعارضة من ناحية، وإن كل واحد فيهم بيغالي في النقد طبعا عشان ياخد يكسب أرض، بس في الآخر أكيد الحقيقة مش زي ما الحقيقة إن اللي على الأرض إن الناس الطبقة الوسطى مش راضية، والطبقة الوسطى في مصر بتتعرض لعملية يعني فرم شديدة جدا يعني وبشكل واضح. وأول مرة حد يمكن أيام مبارك كانت الناس بتتكلم عن مظاهر في الشارع، فقر مش عارف إيه، بس الطبقة الوسطى اللي هي قامت بالثورة كانت طالعة الثورة ما كانتش حاسة بالمعاناة دي. دلوقتي بقى مش مطلوبة يعني. استداروا على الطبقة الوسطى كنوع من العقاب على مشاركتهم في الثورة يعني. استاذ زينب تبقى مع آدم، نخرج إلى فاصل أول ثم نعود لنستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك تدوينة أعلن بها عن فيلمه الجديد. كتب هنيدي على الصورة: هنيدي يعود بفيلم جديد بأضخم إنتاج في تاريخ مصر يجسد فيه شخصية عقلة الإصبع. وعلق هنيدي على الصورة قائلا: لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد، استنوني في فيلم كبير جدا جدا جدا، ستشرف على أعمال جرافيكس في شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر الذي سبق وتعاون مع هنيدي في مسلسل الكرتون سوبر هنيدي وفيلم أيضا يوم ملوش لازمة. سنفتح النقاش حول هذا الفيلم، ونعود أيضا للحديث عن أوضاع السينما المصرية. طيب أستاذ آدم برحب بيك مرة تانية، كنا بنتكلم بقى في موضوع بقى ده يخصك بشكل بالزبط أساسي. بالظبط، أولاني أنا راجل يعني بعلق كمواطن عادي يعني. ده يخصك يعني بقى في صميم عمل الطبقة الوسطى التي طحنت حديثا. محمد هنيدي بيتكلم عن فيلم ضخم عقلة الإصبع بإمكانيات وبشركات جرافيكس عالمية وعملاقة، وصفه أنه قد يكون الإنتاج الأضخم في تاريخ السينما المصرية. خلينا نتكلم في البداية الأول عن هذا الفيلم، عن إمكانية أن نقدم في مصر فيلم بمعايير عالمية ونشوف حاجات يعني من اللي بنشوفها بره. هو انتشر خطأ يعني أن ده فيلم أنيميشن رسوم يعني متحرك، رسوم متحركة أو جرافيك، بس هو يعني تواصلت مع صديقي عمر طاهر يعني مؤلف الفيلم وقال لي لا، هو الفيلم عبارة عن ميكس يعني، هو الفيلم هيبقى فيلم عادي جدا فيتشر موفي ولكن في تقنية الجرافيكس، وحيلعب على أن هو يكون فيلم للعائلة اللي هو الحاجة اللي شبه مش موجودة يعني. عادة في السينما العالمية في السينما الأمريكية كل ما هو family entertainment، كل ما هو أفلام animation أو أفلام موجهة لجميع أفراد الأسرة هي اللي بتنجح. العكس عندنا، حصل نوع من التجاهل لفترة طويلة الأفلام اللي بتسمى أفلام الأسرة أو الأفلام اللي بتتوجه للشرائح العمرية المختلفة يعني. فيلم ممكن يشوفوا الأب والأم ويشوفوا فعلا الأطفال، فما كانش فيه ده عندنا. بالعكس أفلام الأطفال كانت أفلام دائما زي الأفلام اللي كان بيعملها بتوع بابا فين والحاجات دي، كانت افلام بتبقى رديئه التنفيذ جداً. سيئه جدا جدا، ربما يشرف عليها شركات مقاولات يعني. فعشان هو يقول لك لا، السينما دي مش للاطفال، دي للمراهقين دايما والسن الاكبر من كده. وعشان كده كانت السينما دايما تستخدم التوابل اللي هي اللي مقصود بيها جذب المراهقين، زي اكشن، زي كوميدي، زي بعض من الـ من الـ المقبلات اللي هي العري او اثاره او كده، علشان انا عايز جمهور المراهقين لان ده هو جواه. بس دلوقتي اظن دلوقتي يعني في من سن صغير بيبتدي الطفل يعي ويدرك ويشير انا عايز اروح العرض ده يعني. مسرح مصر مثلا هو مش موجه للطفل ولكنه مليء، هو بيعتمد على كوميديا ربما فيها كوميديا جسديه شويه او كوميديا فيها نوع من اللي هي بتوصل للاطفال بسرعه يعني، او كوميديا تعتمد على السخريه من الاحجام والاشكال، او فيها شويه فيها كوميديا حركيه يعني كما بيقولوا بتوع المسرح، فدي بتجذب الطفل. فأظن أن هنيدي ومعه مخرج منتج وليد صبري بيراهنوا على هذا الجمهور، أنهم يستهدفوا جمهور العيلة يعني كله يعني للسينما. هل واللي أنا عرفته من عمر طاهر يعني أن هو الفيلم عايزين يلحقوا بالعيد الكبير، موسم العيد الكبير، فهم يعني الموضوع بتتكلم في وقت قليل بالظبط يعني. ما انت ممكن تصور فيلم في شهر يعني. ممكن ماشي ده. ما هو ممكن، بس هل يطلع بقى بالمعايير العالميه وبالكلام اللي بيقال ده وانه يكون بمستوى يعني ما هو دي
قبل الأوان ما نقدرش أبدا نتكلم على عمل هيخرج ونقول عليه أي حاجة، نتوقع إيه أو ما نتوقعش. نتمنى ليهم التوفيق، هنيدي محبوب يعني ربما في السينما ما بقاش الفرس الرهان الأول يعني، لأن دلوقتي مزاج جمهور السينما رايح سكة مختلفة شوية، أو اللي بيقدم مايل للأكشن أكتر يعني. حتى لو خدت بالك في ترتيب إيرادات العيد هتلاقي إن الفيلم الكوميدي اللي هو بتاع رامز جلال يأتي في المركز الثالث، يعني كازابلانكا والممر، مع إن كان معروف إن أفلام العيد هي أفلام كوميدي أي حاجة بالزبط. مش كوميديا بتنزل الكوميدي كان يعني. فترة طويلة من جيل يعني من عادل إمام ثم هنيدي ثم أحمد مكي وأحمد حلمي ومحمد سعد طبعا، اللي هو في العيد ده بيتزايل الإيرادات يعني بفيلمه، لأنه مصر على نفس التوليفة ونفس الأداء يعني. فإحنا دلوقتي مزاج جمهور السينما تغير يعني، بس هو بس في انتعاش يعني اكيد في دلوقتي اللي احنا نقوله رغم الكتمه اللي حصلت في المسلسلات والانتاج الدرامي التلفزيوني، بس الناس بتحاول تجد مهارب ومخارج اخرى سواء في المسرح او سواء في السينما يعني. السينما لسه ما بقتش تماما تحت سيطره الشركه التابعه للدوله او الشركه اللي هي المنتج التلفزيوني شبه الاوحد مؤخرا يعني. فكره برضو ان هنيدي راح او بيروح لمناطق بعيد عن التخيل او بعيد عن التوقع يعني، فجاه لقينا هنيدي بيرجع بمسرحيه، مسرح كوميدي وبيسافر محافظات يعني على قديمه زي ما بيقولوا، والنهارده بيعلن برضو عن فيلم بهذه الامكانيات وبهذه الطريقه اللي مش معتاد عليها في مصر، اللعب في المساحات يعني اللي هي جديده، شايف ده ازاي؟ انا من وجهه نظري بشوف دايما ان في مصر، مصر بلد منتجه للفن على طول. احيانا مصطلح ابتزل بس هو مصطلح حقيقي، القوى الناعمه ده رغم ابتزال المصطلح زي في مصطلحات كتير بتبتزل في اطار الدفاع عن الدوله وكده، ولكن هو مصطلح حقيقي. مصر دوله منتجه للفن ولا زالت بتعيش على امجاد غابره صحيح يعني. مثلا دلوقتي في دول عربيه كتيره ابتدت تبقى لها مسلسلاتها ولها اعمالها، ولكن برضو المنتج المصري الفني يظل مطلوب ويظل له جمهوره في مصر وكل الناطقين باللغه العربيه. فلما بتضغط في التلفزيون، لما بتعمل مسلسل اصلا سوق كبير يعني، انت سوق 100 مليون، 100 مليون بس لو سوقت في سوقك ده فهو في حد ذاته سوق كبير. لا بس بقى العرب مطلوب. لما تيجي تقفل على هنيدي وتمنع وما تعرضلوش مسلسله السنه اللي فاتت بتاع ارض النفاق ده، فوقتها هنيدي بيبحث عن بدائل. هنيدي ومعه، لان هنيدي مطلوب. انت بتمنع طبعا. هنيدي طبعا. رغم ان هو فنيا وتجاريا وجماهيريا مطلوب. انت ما بتضيقش على ناس علشان هي مثلا ما بتحققش ايرادات فنركنه على جنب، لا ده انت السنه دي منتقي يعني. يا للغرابه، انت السنه دي كجهه انتاج شبه اوحد منتقي ناس اصلا جماهيريا متراجعين. دعونا نسمي اسامي، زي محمد رجب، زي حماده هلال، زي هاني سلامه، زي كتير قوي من الناس اللي تصدروا المسلسلات دي حتى الان على وزن مسلسل محمد رجب علامه استفهام، زادت علامة استفهام كبير. هل ده من باب تخفيض النفقات عشان، ولا من باب انت مش عايز نجوم كبار يتشرطوا عليك وانت، لا انت عايز ناس انت تتحكم فيهم وتتحكم فيما يقدمون. فهنيدي باستمرار هيلاقي بدائل، لان هنيدي مطلوب وهيجد من ينتج له مسرحا وهيجد من ينتج له سينما واكيد غيره من الناس. انت لو قفلت عليهم بابواب او مثلا خرجتهم من السباق التلفزيوني هم مطلوبين، والفن اكيد يعني فن الطلب على الفن او الطلب على هؤلاء النجوم هيفضل مطلوب، رغم ان الدوله بتحاول على قد ما تقدر هي ترسم المشهد، هي اللي ترسم، هي تبقى الراسم الاكبر للمشهد. فانا يعني انا طبعا ما اعرفش الفيلم هيطلع عامل ازاي، بس اتمنى التوفيق، خاصه يعني ان السيناريست عمر طاهر واحنا راجل بنحبه كلنا يعني، ونجاح زي ما انت قلت 3 ايام في الساحل، وهي مسرحيه يعني بتعرض في مكان متطرف 6 اكتوبر وتذاكرها غاليه الى حد ما، بس نجاحها الكبير واستمرارها بيقول ان انك قدام شخص مطلوب، الناس بتدفع فلوس بتروح له، ما بالك بانك تعمله مسلسل ليوصل للناس في البيت. طيب من زمان قوي وكتير قوي سمعنا فيلم مصري بمواصفات عالميه، الفيلم المصري العالمي، دايما بنسمع الانتاج المشترك للتعبيرات ديت، وعود دايما بان احنا هنشوف فيلم مختلف بشكل ما، لكن نيجي على ارض الواقع بنلاقي الامور لا بعيده قوي عن مصطلح انك تعمل فيلم بمواصفات عالميه.
ليه ده مش حاصل في مصر ومطلوب ايه علشان يحصل؟ احنا عندنا مشكلتين اساسيتين. المشكله الاولى ان مصر زمان كانت عشان تعمل كانت سوق لتصوير الافلام كانت لوكيشن. بتلاقي افلام كتير, في افلام مثلا هتستغرب لما تلاقي افلام مش بس متصوره في مصر, لا افلام مثلا ياباني فيها كمال الشناوي وشادي, تلاقي فيلم ايطالي زي فلات فوت في مصر مثلا ايطالي متصور فيه عادل ادهم, وفي فيلم برضه كيف تصنع قنبله ذريه في يوسف وهبي ابن سبارتاك, في احمد رمزي ومش عارف ايه. ساعات بيقوموا ادوار صغيره وساعات بيقوموا ادوار كبيره, بس كان في مساحه انك تصور في مصر. ابتدت تحصل نوع من المصاعب الكبيره جدا فانتقلت للمغرب. تجد افلام كبيره قوي زي باكيت ليست, زي نوح, زي المفروض تدور احداثها في مصر ولكنها تصور في المغرب عشان في عقبات فأنت كتير. فانت قطعت الموضوع ده, قطعت اطلاعنا على تقنيات الحديثه, قطعت انك كنت بتلاقي ناس زي حسام الدين مصطفى وشادي عبد السلام وطارق شراره وناس كفاءات مصريه كتيره بتعمل كمساعدين وكسكن يونت دايركتور وكمصممي ازياء لمخرجين عالميين. يعني في فيلم عن فرعوني, عن غير طبعا افلام شادي عبد السلام, بس في فيلم هو صمم الازياء بتاعته, فيلم اسمه امون او حاجه زي كده نسيت اسمه, بس فيلم انتاج ضخم جدا. فانت قطعت ده. ثانيا انت مالكش تواجد على خريطه الافلام اللي هي المهرجانات او الافلام ذات الطابع الفني, لان انت عندك احجام كبير قوي من المنتجين. يعني سعاد يونس بطلت, حسين القلم ما بقاش ينتج, الناس اللي كانوا بيصرفوا شويه على مشاريع فنيه والدوله بطلت تنتج, وفاروق حسني قعد وزير الثقافه 25 سنه انتج فيلم واحد بس مع الناس كتير قوي طلبته بالموضوع ده, وانتظروا بعد الثوره ان برضه وزاره الثقافه تتدخل, فوزاره الثقافه تتدخل في مشاريع صغيره وكده, وتدخلت برضه حتى مع داوود عبد السيد في حاجه قليله جدا. فانت ما عندكش الجهة الانتاجية اللي تصرف على فيلم جراند برودكشن, لانك ما عندكش العوائد, لان الافلام كمان بتتقرصن وكلام من ده. فالمنتجين والسينما الناس قلت, يعني المسلسلات بقت هي الاكثر جماهيرية, فالسينما تراجعت. فانا من بعد الثورة نجوم السينما كلهم اتجهوا للمسلسلات يعني مع فترة كساد السينما. وبعدين ما بقاش في انتعاشة فنية, فمين اللي هيدفع يعمل فيلم بمواصفات عالمية؟ او مين اللي هيدفع على فيلم مش هيجيب له ايراد بس هيبقى حاجة ارتستيك, قد بعد شوية بقى دورة المهرجانية وكده تجيب فلوس؟ ما بقاش في الحد اللي عايز هاخد منك مثلا الكلام ده ونروح على اكتر فيلم حقق ايرادات, اللي هو بيقال حتى انه اكبر ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية, اللي هو كازابلانكا. كان دلوقتي مثلا انه محقق 12-13 مليون جنيه على اقصى تقدير. يعني طبعا الارقام دي صعب قوي انك انت تشجعك ده هو مكسر الدنيا, وبنقول ان هو يعني اعلى ايراد يومي لما اعلى ايراد يومي كمان عشان رجع ارتفاع سعر التسويق وهتوصل لكام؟ 50 مليون جنيه. ده رقم ما يساعدكش ابدا انك تعمل حاجه بالظبط, ما تعمل حاجه جراند برودكشن, تعمل حاجه حتى على غرار بوليوود في الهند. بلاش يعني بلاش ان احنا نتكلم, بس هي المشكله, هي مشكله دائما ان صناعه السينما عشان تنتعش لازم تنتعش الافلام التجاريه, ثم تنتعش الافلام اللي هي الجود كوميرشال التجاريه الجيده, ثم تنتعش الانواع والانماط السينمائيه, يكون في صناعه اللي هي اللي هي اللي بيسموها الجانر. يعني يبقى في فيلم بقى ثريلر, في فيلم بوليسي, في فيلم نفسي سايكولوجيكال, في فيلم كوميدي, في فيلم كوميدي عائلي, في فيلم شويه ارتستيك قوي. لازم يبقى فيه 20 فيلم في السوق. فاحنا بنمر بمراحل يعني صعود وهبوط في السينما, راجعه طبعا لان زي ما اتكلمنا عن الاقتصاد في الاول, يعني هو احجام الناس على الاستثمار في اي حاجه بسبب ان الوضع خانق او غير مستقر. احنا دلوقتي في مرحله استقرار الخانق, فالاستقرار الخانق ده بيخلي, ونرجع للجاثم نفسه برضو, ان في جهه وفي الدوله بتقول انا اللي هحتكر, وانا اللي هنتج, وانا اللي هشغل, وانا اللي هقعد. حتى لو الدوله مش بتستثمر في السينما بقدر ما بتستثمر في التلفزيون, بس هي قد تستطيع انها تمنع منتج او تخرجه من السوق لنزاعات شخصيه. يعني حصل مع العدل, يعني قال العدل اللي هم من اهم المنتجين في السينما وفي التلفزيون المصري, هم غائبين عن رمضان السنه دي. حصلت مشكله عشان اصل التتر بتاع مسلسل مغني فيه رمضان بلال فضل, ومسلسل هنيدي فضل شاكر تحيه لبلال فضل شاكر,
اصل في خلاف على ان ابراهيم عيسى ظاهر مش عايزين يظهر فاستبدلوه بسامي مغاوري حتى رغم ان هم استبدلوا ابراهيم عيسى برضه. وهي القصه كلها هتجدها يعتقدها ان من يعني اسامه الشيخ لما كان ماسك اعلام المصريين تعاقد فاللي جاء بعد اسامه الشيخ لغى تعاقدات اسامه الشيخ قال لك لا 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 فاكر لو تتذكر محمد صبحي في كرم لا انا ليا تصور ثاني خالص قطع هذه التعاقدات فالنتيجه ان في عمل اعمال فنيه كان المفروض انها تعرض ومجهود ضاع لمجرد حسابات شخصيه يعني فالموضوع بيخضع كله لاهواء مجموعه قليله من الناس. بعد ما احنا كنا بنشوف بعد الثوره بعد 2011 الانتاج ابتدى يعلى 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 وشفنا احنا وصلنا ازاي ان احنا نشوف مسلسلات زي موجه حره وهذا المساء وذات وكده ان في تنافسيه كبيره جدا يعني الشمس والحاجات يعني بالظبط الناس كانت متخيله انه خلاص الجمهور احجم عن الحاجات بالظبط ابتدى شويه بشويه الانتاج التلفزيوني المصري يبقى جيد جدا ثم ابتدى ينحدر يعني وصلنا لمرحله الناس ابتدت تشوف المسلسلات المصريه هذا المساء الموسم مش موسم رمضان اللي فات اللي قبليه هذا المساء كان مسلسل مميز جدا 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 ما حدش اختلف عليه واظن لو ترجم المسلسل ده ممكن يعني يتشاف في تلفزيونات اجنبيه بعد هذا المساء وبعد في روح مصريه يعني بتاع ابن المجتمع بالظبط ابن المجتمع وفي نفس الوقت الثريلينج في الايقاع السريع في الكادرات الممتازه في التقنيه وفي كمان الكتابه اللي هي فيها تشويق كمان فكل ده خلى المسلسل منتج درامي محبوك جدا على مستوى الصوره على مستوى الكتابه وعلى مستوى الاداء التمثيلي ثم بعد شويه بتجد بعد كده السنه دي في المسلسلات مفيش مسلسلات حظت على رضا الناس باستثناءات قليله واللي كانت الناس بتتابعه في الاول ابتدت تنقلب عليه الحبكات وتعثرت الحبكات وارتبكت الدنيا في المسلسلات ثم اكتشفنا ان معظم المسلسلات مأخوذة من مسلسلات أصل في النهاية أي عمل إبداعي محتاج بيئة كويسة طبيعية محتاج إنه يشتغل وهو حر من غير كل الاعتبارات وحد يجي يقول لك لا الكلمة دي ما تقالش والكلمة دي تقال طول ما أنت حاطط القيود دي ما افتكرش إنه هيبقى ما أظنش إن احنا هنلجأ على طول لحتة السينما الإيراني اللي هي نقول إن إيران فيها كابت فإحنا بنعم بيعملوا أفلام لا ما يعني في الآخر مش هو ده الحل لازم نروح نلاقي أسوأ حاجة من كل حتة يعني خليك معايا آدم هنخرج لفاصل صغير ابقوا معنا أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لنستكمل باقي الفقرات بتوقيت مصر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد. شدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عدم وجودي أي نية لإلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم. جلسة هاني أبو ريدة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انتهت قبل أن يتحدث رئيس الاتحاد المصري مع الصحفيين حول اجتماع الاتحاد. وقال أبو ريدة لم نصل لاتفاق محدد حتى الآن والجلسة ممتدة ليوم الاثنين. وكان النادي الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي لحفظ حقوق النادي في أزمته مع اتحاد الكرة. وقبل هذا الاجتماع خرج أحمد مجاهد متحدثا في مؤتمر صحفي حول الأزمة. كاميرا بتوقيت مصر كانت هناك. دعونا نتابع ماذا قال ثم نعود لنبدأ الحوار. طبعا كلكم يعني عارفين او متابعين هو المؤسس راجل الدكتور اشرف صبحي برضه عنده كان الراجل طلبه عشان الامور كتيره واضح ان في ان مسؤولين النادي الاهلي موجودين معاه او في حد منهم موجود لكن الموضوع مجلس اداره اجتمع النهارده وامتد الامر وهيخرج ان شاء الله باذن الله بيان قريبا الحاجه الوحيده السريعه اللي يعني الفكره العامه للموضوع ان شاء الله باذن الله ان زي بالظبط ما قلنا المره اللي فاتت مفيش اي تغيير في المساله ان المجلس ان شاء الله باذن الله احنا ملتزمين ان قبل نهايه شهر يوليو هينتهي ان شاء الله باذن الله مسابقه الدوري وان طبيعي جدا ان الاتحاد زي المره اللي فاتت برضه ما قلنا اكدنا ان المجلس او الاتحاد على استعداد تام ان يوافق على استكمال المسابقه بدون الدوليين على موافقه الانديه المشاركه. مجدد رحيب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي آدم ياسين. أهلا بك مرة ثانية يا آدم. وانضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الكاتب الصحفي والناقد الرياضي صابر الغراوي. أستاذ صابر برحب بك معايا في بتوقيت مصر. كيف ترى هذه الأزمة؟ يعني يقبل موسم الرياضي
المتخبط منذ بدايته أن ينتهي من دون هذه الإثارة، من دون هذا التخبط الجديد، ولا أحد يعلم إذا كان الدوري سيستكمل أم لا، سيستكمل قبل أم بعد كأس الأمم، كل الأمور معلقة ولا أحد يعرف إلى ما ستنتهي. نعم، تحياتي ليك يا تامر وتحياتي لضيفك الكريم ومشاهدينك الكرام. أهلا. أنا بس ليه عندكم عتب صغير، أنتوا في الفقرة اللي فاتت بتكلموا على أن الدولة ما بتنتجش مسلسلات كوميدي، احنا لا، احنا بصدد مسلسل كوميدي كبير جدا الحقيقه في بينتجه اتحاد الكوره يعني بمتابعه الدوله ومتابعه جميع افراد المنظومه. الحقيقه تامر، كل افراد المنظومه الجميع في موقف لا يحسد عليه، جميع اعضاء المنظومه في موقف حرج للغايه، الكل مخطئ، الكل مشارك في الخطا بنسب مختلفه، الجميع تطورات الموقف كانت يعني نتيجة منطقية جدا للتخبطات الإدارية والتخبطات الأندية واتحاد الكورة وسياسة التعامل ما بين اتحاد الكورة والأندية عموما طوال الفترة اللي فاتت من بداية الموسم. الحقيقة أن الأخطاء ما كانتش بس الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا أو فترة خوض الزمالك للأدوار النهائية في الكونفدرالية، لا، التخبطات والأسلوب غير الاحترافي كان بدأ من بداية الموسم. احنا كنا الجميع كان يعلم أننا أمام موسم استثنائي بسبب قرارات الاتحاد الإفريقي بدمج البطولتين، بطولة العام السابق وبطولة العام الحالي، وبالتالي كان في تحفز كبير جدا، ولجنة المسابقات كانت بتترقب وضع جداول يعني حاسمة لخوض المباريات. وبالرغم من ذلك استجاب الاتحاد الكورة واستجابت الأندية للأسف، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري لضغوط أو لرغبة الاتحاد العربي بخوض منافسات بطولة وهمية، بطولة بتقام سنة أو سنتين وبعد كده بتتوقف في 10-15 سنة، بطولة وهمية ملهاش أي اعتبار لمجرد المقابل المادي. والبطولة دي زودت الضغط وزودت الأعباء الكبيرة جدا على اتحاد الكورة وعلى ضغط المباريات بالنسبة للأندية. دلوقتي الكل بيشتكي، الكل بيتباكى، الكل في مشكله كبيره جدا. وانا اعتقد والاهلي والزمالك الاثنين خرجوا من دور ال 16 في البطوله العربيه، ما بالك بقى لو كانوا كملوا دور الثمانيه والاربعه والنهائي ولعبوا كل واحد لعب 7-8 ماتشات كمان زياده، ده كل القصه ديت وهم لعبوا دورين فقط، ال 32 وال 16 يعني كل فريق لعب 4 ماتشات. نعم، يبدو أن اتحاد الكرة كان يراهن على أن الأهلي والزمالك هيخرجوا بدري من البطولة العربية، والأهلي والزمالك هيخرجوا بدري من البطولات الإفريقية، وزي ما بيراهنوا دلوقتي كمان أنه البعض كمان للأسف بيراهن على أنه المنتخب هيخرج بدري من بطولة الأمم الإفريقية، وبالتالي ستستكمل البطولة قبل فترة القيد الأفريقي. مراهنات الحقيقة كلها يعني بتؤكد أن الاتحاد بيدار بطريقة غير احترافية بالمرة. تخيل أنت لوائح الاتحاد يعني ماشية بطريقة معلش وعشان خاطري، والناس بتحلب بالطلاق لا هتمشي كلامها، يعني الحقيقة سياسة غريبة جدا وما شفناهاش في الكرة في أي مكان في العالم. احنا ما نتكلمش بس عن الدوريات الأوروبية، لو اتكلمنا على الدوريات القريبة مننا المغرب وتونس، لسه لغاية النهاردة الدوري المغربي بينتهي يا تامر. اليوم المغرب كان عندها برضو أربع فرق بتشارك في البطولات الأفريقية، وعندها فريقين وصلوا للنهائي. يعني تخيل انت الوداد وصل للنهائي دوري الأبطال، ونهضة بركان وصل للنهائي الكونفدرالية، وبالرغم من ذلك البطولة بتنتهي بشكل طبيعي النهاردة. كان اليوم التونسي برضو بيتلعب في الدوري التونسي نفس القصه، الدوري التونسي فاضل 15 كمان، تخيل في يعني الترجي ده شوف الارقام، الترجي كان بيلعب النهارده 9، عنده ماتش يوم 12 بعد 3 ايام، وعنده الماتش الاخير يوم 15، كل بيلعب يوم الخميس في الكاس مباراه. وفي المقابل الزمالك لما كان بيلعب الاهلي، خليك معايا الصبر، لانه ده اللي الاهلي قصه ثانيه، لان ده اللي الاهلي بيتكلم عليه، انه لما الاهلي خرج من البطوله الافريقيه لعب 8 مباريات كل 72 ساعه، فلماذا لم يتم التعامل بالمثل مع مباريات الزمالك؟ استاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره معانا عبر الهاتف. استاذ هيثم، احنا واقفين فين ورايحين على فين؟ السلام عليكم الاول، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. طيب. ولجميع المشاهدين، احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في نفس المكان اللي واقفين فيه بقالنا حوالي سنتين مثلا او حاجه. رايحين فين؟ مش رايحين في اي حته. لان احنا اللي بيدير اللعبه في مصر ناس اثبتوا فشلهم في اكتر من مره، وهم مصممين على انهم مش فشله، رغم ان كل الدنيا شايفه ان هم قمه الفشل يعني اللي هم بيعملوه ده. لكن هم رايحين فين بقى؟ انا مش عارف. يعني اللي احنا دلوقتي بيقولوا الوزير قاعد مع الكابتن محمود الخطيب ومعاه هاني ابو ريده، وكانوا قاعدين الصبح مع الاستاذ مرتضى منصور.
عشان يشوفوا حل للمعضله. اولا هو اصلا الموسم من اوله باطل، يعني احنا قاعدين بنتكلم في حاجه باطله من الاول. مفيش موسم بيتم لعب الدور الثاني منه بلعيبه تم شراء الدور الاول منه بلعيبه تم شراءها في فتره الانتقالات الشتويه، ده ما بيحصلش في الدنيا. مفيش حاجة اسمها اتحاد كورة بيضع جدول ويغير فيه كل يومين ويبعت للأندية ان التغييرات دي حصلت بناء على كذا وكذا وكذا، ولا يلتزم اصلا بالتعديلات اللي عملها الفرق نفسها يعني. فاحنا في دوري كله على بعضه باطل. قيس بقى على ده ان الحجة اللي هم بيقولوها ان احنا اصل ده موسم استثنائي. تعالوا بقى نحسبها مع بعض كده عشان بس كل الناس تبقى فاهمة، عشان ما يضحكش علينا تاني اكتر ما بيضحك علينا يعني. تغيير مواعيد بطولات افريقيا كان بناء على طلب قدمته مصر وتونس والمغرب من 3 سنوات. اتوافق عليه منذ 2 سنين واتقال هيتنفس عام كذا. يعني معروف محدش اتفاجئ ان مفيش اي نوع من انواع المفاجاه. بطوله الامم الافريقيه معروف ان النظام الجديد بتاعها هيكون في شهر 6. هتقام بقى في المغرب، في الصين، في مصر، في ما هو لو افترضنا ان هي ما اقيمتش في مصر اصلا كان هيبقى المنتخب برضه مطلوب منه يستعد عشان يلعب. يعني الموضوع ملوش علاقه في مصر ولا مش مصر. ما عندناش مشكله خالص، ما عندناش مشكله في مواعيدها. فاحنا عارفين برضه ميعادها هيكون امتى، والمفروض ان عند حضرتك اجنده دوليه واضحه للمنتخبات والأندية. انت بقى معرفتش تعمل جدول في ظل الظروف دي كلها، وجيت كمان خلي بالك انك رحت مدخل على الجدول اللي انت بتقول عليه مضغوط وانك انت موسم استثنائي، رحت مدخل عليه بطولة عربية تم استحداثها ودخلتها ودخلت تلعب فيها نفس الأندية المشتركة في البطولات الإفريقية، وضغطت على الأندية يعني كمان. يعني حضرتك عارف انه في أندية ما كانتش عايزة اصلا تشارك، لكن حصل ضغط ان الأندية دي تشارك من خلال الاتحاد نفسه. بالظبط. وبعدين وعلى فكرة وعندهم بقى لبانة تانية بيقولوها اصل دي بناء على مش عارف تعليمات وتوجيهات. وهو الكلام ده ما حصلش. يعني هي العمليه كلها احنا عارفين هم بيتحركوا ازاي وعارفين عقلياتهم بتتحرك ازاي، لكن هم وصلوا نفسهم لموقف. اتمنى يعني مخلصا لو النادي الاهلي فعلا عايز مصلحه. هو الغريب في الامر هو اشمعنى النادي الاهلي بس اللي بيتكلم؟ والله يعني هو اليومين دول يا هيثم مش الاهلي بس، يعني تقريبا كل الانديه متضامنه. حتى شفنا فرق كل الانديه متضامنه. لا خلي بالك متضامنه عشان يمنعوا الهبوط لمصلحه، مش لمصلحه الكوره، مش عشان حاجه. يعني ازاي؟ ما هو برضه دي حاجه من الحاجات اللي لازم نفكر فيها. هو ليه كل الانديه المصريه اللي المفروض انها بتدفع ملايين وبتشارك في هذه البطولات عشان تحقق مكاسب موافقه على هذه المهزله اللي بتحصل؟ بيستفيدوا ايه؟ اكيد بيستفيدوا حاجه. يعني لو هم عندهم حاجه بيستفيدوها يا ريت يقولوها لنا. طيب احنا عندنا جمعيه عموميه في اتحاد الكوره مش هتصلح. عندنا ما ينفعش تدخل حكومي. الحل ايه؟ الحل ان احنا نضغط على الناس دي لحد اخر نفس عندنا ان هم. ما انا كنت لسه اقول لك انه واضح انه اللي حصل ده كان لازم صدمه من النوع ده عشان تعرفنا ايه المشكله اللي احنا فيها، لانه طول ما الامور بتتعالج ومعلش من هنا ومعلش من هنا احنا مش هنحط منظومه، لكن لازم صدمه من هذا النوع تقول ان احنا يا جماعه في مشكله ولازم لها حل جذري، ما ينفعش الطبطبه بتاعت كل مره. واتمنى الاهلي ما يسكتش، يعني ما يقفش عند كده. هو انا برضو الغريب جدا هو الانديه المصريه انتوا ليه موافقين على ده؟ يعني موافقين على المهازل اللي حصلت. نادي الاسماعيلي مثلا المهازل اللي حصلت وادت لانهيار نادي الاسماعيلي دي مسؤول عنها نسبه كبيره جدا اتحاد الكوره اللي عمل له جدول غريب جدا وهو لا شاف ولا راح ولا وعلى فكره اللي رجع الاسماعيلي برضه عشان بس الناس اللي بتتكلم كتير اللي رجع الاسماعيلي لبطوله افريقيا الاتحاد التونسي والمسؤولين التوانسه مش المسؤولين المصريين عشان ما تكتب لهمش بجميله يعني. اتعملت لصالح الصفاقسي عشان الصفاقسي يعرف يكمل في البطوله. فاحنا ما عندناش مسؤول مصري يراعي ربنا ولا بيعرف يجيب حق الدولة دي ولا الأندية دي في أي مكان. طيب انتوا بتدوهم ثقتكم ليه في الجمعية العمومية بتاعتكم؟ يبقى أكيد في استفادة. الاستفادة دي معناها مصلحة. فإذا احنا بنتكلم في منظومة كلها فاسدة
بتختار ناس فاسده فهنفضل في الفساد ده. نحله ازاي؟ دي مشكله مش معروفه، لانه اللي يحلوا هي الجمعيه العموميه، والجمعيه العموميه احنا عارفينها بتختار ازاي، والتدخل الحكومي ما ينفعش، فاحنا هنفضل دايرين في هذه الدائره المغلقه لحد ما نشوف هتوصل بينا على فين. انا بشكرك شكرا جزيلا هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره. استاذ ادم يعني عك عشوائيه، تخبط، مش قادر تنظم جدول. يعني هو بيقول لك احنا نظمنا كاس الامم، على فكره ما هو من قبل تنظيم كاس الامم وانت مش عارف تنظم جدول، يعني انت من وانت عارف الميعاد مسبقا يعني. كمان هي الازمه دلوقتي ليها علاقه بخناقات شخصيه، ليها علاقه ب يعني مين هيمشي كلامه على مين بالظبط. يعني هي الموضوع له دلوقتي بقى خلاف محتدم بين مرتضى منصور، الاستاذ مرتضى منصور والكابتن محمود الخطيب من ناحيه. يعني هي القصه دلوقتي اصبحت ان هو لازم هيبقى فيه اكيد تدخل سياسي، بس مش بشكل واضح، بشكل تليفونات وغرف مخلقة، علشان يا جماعة خلوا شكلنا حلو، احنا داخلين على كاس امم افريقية، هنبقى محط انظار جماهير الكرة الافريقية. كل الوزير النهاردة ممكن يكون مؤشر يعني هو اكيد هو الموضوع هيتحل في غرف مغلقة، بس هي زي ما تفضل طبعا الاستاذ هيثم وهو رجل يعني خبير جدا في هذا المجال، هي المنظومة كلها سيئة ومتخبطة، برغم ان كل حاجة محطوطة يعني. وبين تجد الزملكاوية عندهم مبرراتهم، ان يقولك الحاج عامر حسين ده بيأجل الماتشات لصالح الاهلي، مع ان الاهلي زي ما انت تفضلت قلت لاعب في تحت ضغط مباريات، صحيح كان بيتصاب له 13 لعيب بالظبط يعني، وموضوع الاصابات اللي هو كان مسار تندر الاهلاويه نفسهم ونقد الاهلاويه نفسهم لمن يدير ملف الكره في النادي الاهلي، كان بسبب الضغط بتاع المباريات المتواليه. فهي الموضوع هيتحل، لازم هيتحل، ويعني مش عارف، انا برجح ان هم هيكملوا الدوري من غير الدوليين. مش عارف الاستاذ صابر هيقول ايه. طيب خلينا نروح للاستاذ صابر. هل السيناريو، لانه من اليومين اللي فاتوا بدانا نسمع انه قد يكون هناك استكمال للدوري من غير الدوليين، في موافقه تقريبا من كل انديه، حتى الاسماعيلي ابلغ الاتحاد النهارده موافقته انه يلعب الزمالك من غير الدوليين، سواء اللي في المنتخب الاول او اللي في المنتخبات الاخرى، كل الانديه ما عندهاش مشكله، لكن المشكله في الزمالك. مرتضى منصور زي ما حضرتك عارف بيقلب بطلاق يعني، مش هيلعب المباريات من غير الدوليين. نعم، معلومه بس سريعه بالنسبه للعب استكمال الدوري بدون الدوليين. الزمالك من اكثر الفرق تاريخيا استفاده من اللعب باستكمال الدوري بدون الدوليين. انا يحضرني في دوري 84 كان استكمل الدوري بدون الدوليين، وكان في 10 لعيبه من الاهلي في المنتخب وقصاد 5 من الزمالك في المنتخب، والزمالك توج بالدوري في الموسم ده. في 88 نفس القصه، كان في 10 من الاهلي في المنتخب قصاد 6 من الزمالك في المنتخب، وتوج الزمالك باللقب في هذا الموسم. ولكن هو السؤال اللي بيفرض نفسه هنا استاذ تامر، مين اللي يملك الحق اتخاذ القرار باستكمال الدوري بالدوليين او بدون الدوليين؟ اتحاد الكوره طبعا هو الوحيد الذي يملك الحق. اتحاد الكرة هو اللي يملك الحق إصدار القرار. تخيل اتحاد الكرة بيستأذن الزمالك متمثل في مرتضى منصور إنه يستكمل الدوري بالدوليين أو بدون الدوليين. يعني أي هراء بيتكلموا فيه، أي يعني الحقيقة استسهال غريب جدا في إدارة المنظومة. أنا دلوقتي أنت عندك البرنامج يا أستاذ تامر بيبتدي الساعة 12، أنا أجي لك أقول لك لا خليه يبتدي الساعة 12 ونص وأنا الضيف، أنت الوحيد اللي تملك القرار إن برنامجك يبتدي إمتى. كذلك اتحاد الكورة إزاي يستأذن هو، أنت لو أنت شايف إنه الصح أو الأفضل إنه يستكمل بدون الدوليين، خلاص خد قرارك ويمشي على الجميع. احنا كمان وصلنا لمرحله احنا بينطبق علينا دلوقتي في اتحاد الكره المصري، خصوصا يا استاذ صابر ان هو كان متاخد تعهد هم بيتحاسبوا مكتوب، واتحاد الكره نفسه قال ده ان هو واخد تعهد مكتوب من رئيس الزمالك انه ياجل المباريات اللي قبل افريقيا مقابل انه يلعب كل 3 ايام بعد افريقيا. يعني في تعهد مكتوب كمان. نعم، هو لان اخطاء الاتحاد كترت، فما عادش قادر يحاسب الانديه على تعهداتها. انا بس عايز اقول لك على معلومه صغيره كمان، لان هي ديت كمان هتثير جدل كبير جدا في الفتره اللي جايه، اللي بينطبق عليها فعلا مثل ما شافوهمش هم بيسرقوا شافوهم هم بيتحاسبوا. احنا بقى لنا يومين بنتكلم على ان هاني ابو ريده هيتدخل لدى الاتحاد الافريقي وياجل فترات القيد وفترات اعلان الانديه اللي هتدخل تلعب في دوري الابطال، والانديه اللي هتلعب في الكونفدراليه لانها لسه ما اتحسمتش لغايه دلوقتي.
وسائل الإعلام اللي هي في المغرب العربي تحديدا الجزائر والمغرب وتقريبا تونس دخلت يعني خدت الخط دوت وابتدت تطالب اتحاداتها بان هي تبقى متربصه ان هي تحزو بحزو الاتحاد المصري وكمان تطالب الاتحاد الافريقي وده هيشكل ضغط كبير على الاتحاد الافريقي. كمان الجانب التصريح الغريب اللي طلعه الكابتن حازم امام لما قال لك ما احنا جاملنا الاهلي فطبيعي عادي لما نجامل الزمالك الحقيقه ده انا ما اعرفش تصريح الاتحاد الكره ازاي يعني يمر عليهم جميل انت لو جاملت الاهلي بالفعل دي مصيبه يعني ده اللي يتقال عليها بقى الذنب اقبح من العذر مش عذر اقبح من ذنب ذنب كونك ان انت جاملت الاهلي في حد ذاتها دي مصيبه اذا كنت جاملت الاهلي يعني طبعا الكل شايف ان الاهلي تخيل لعب في شهر ابريل من اول ابريل لاول مايو لعب 8 مباريات وفي اكتوبر نعم في اكتوبر من اول اكتوبر لاول نوفمبر تقريبا شهر او 31 يوم بالظبط لعب 8 مباريات 6 مع 6 النادي ومباراتين مع المنتخب اللاعيبه الدوليين فلما انت تلعب 8 مباريات اللي هم بتوع ابريل للنادي في 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 شهر واحد 8 مباريات وفي المقابل الزمالك لعب ماتش مع الداخليه يوم 12 وكان عنده ماتش الذهاب مع نهضه بركان يوم 20 بعدها ب 8 ايام وما تقدرش تجبر الزمالك انه يلعب مباراه في غضون 8 ايام دي مصيبه في المقابل نهضه بركان نفسه كان عنده ماتش قبل الزمالك قبل النهائي باربع ايام مع الوداد المغربي اللي توج بالدوري وكان ماتش قوي جدا وانتهى بفوز نهضه بركان 3-2 قبلها باربع ايام ما قدرش نهضه بركان يطالب بتاجيل الدوري بتاجيل المباراه ولا اتحاد الكره المغربي اجل له المباراه لا اصر ان المباراه تتلعب واستكملت ولذلك كان من الطبيعي ان البطوله تنتهي اليوم على سلام في الدوري المغربي ويستعد المنتخب المغربي بكل بساطه للامم الافريقيه في المقابل احنا ما احناش عارفين احنا بنعمل ايه ولا هنستعد ما هو محدش يعرف هي متواليه ما هو بمناسبه الكلام كلام حازم امام عن المجامله وغيره هي متواليه الزمالك ضغط على اتحاد الكوره علشان يجبر الاهلي انه يلعب في غضون الفتره اللي اتكلم عليها الاستاذ صابر 8 ايام في شهر والاتحاد انصاع وخلى الاهلي يلعب ده لاعب ماتش الاتحاد قبل ما يسافر يلعب بيقول لك الاهلي خسر في 5-0 في جنوب افريقيا ده لاعب مع الاتحاد قبل ما يسافر بالطياره وهو راح يلعب بعد يومين اتنين بالزبط. مباراه مهمه واستجاب الضغط وحصل ده فده بيقول لك الامور ماشي الفينا بشكرك شكرا جزيلا دومينو افكت يعني. بالظبط يعني هو الضغط بينتقل من هنا لهنا شكرك استاذ ادم ياسين الكاتب الصحفي على مشاركتك معايا النهارده شكرا ايضا للاستاذ صابر الغراوي الصحفي والناقد الرياضي كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه شكرا جزيلا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه غدا حلقه جديده من بتوقيت مصر لا تذهبوا بعيدا